لأنهم أبناء سوريا ومستقبلها. كان الاهتمام ورعاية الإبداع والقدرات والكفاءة العلمية واجبا وطنيا وضرورة. ها هي دمشق تشهد البطولة الوطنية السنوية للروبوت في دورتها الخامسة، والتي تقام بين هيئة التميز والإبداع والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالشراكة مع جمعية كلمات اللبنانية، لتكون الدورة الأوسع من حيث الفئات المشاركة وأعداد الفرق التي وصل عددها إلى 350 فريقاً ما بين متنافسين، مدربين، حكام ومنظمين. المشاريع المفتوحة بتهتم بموضوع الزراعة والروبوت في الزراعة، فمشاركين معنا 9 فرق من جامعات مختلفة بهالمشاريع هاي، ومشاريع كانت جيدة، والتحكيم عم يصير على شكل لجنتين تحكيم. كل لجنة بتمر على كل المشاريع، بتسألهم أول شيء، بيقدموا عرض عن كل مشروع، وبعدها بصير أسئلة لمدة 5 دقائق. البطولة فيها تنافس، فيها قوة، فيها متعة، فيها فكر، فيها ابتكار. بالنهاية هذا التميز والإبداع العلمي للأجيال اللي عم تنشأ بطريقة صح، وهي مؤهلة للبطولة العربية كمان. إن شاء الله بتشهد هالبطولة مواهب ابتكارية وإبداعية جديدة تغني المستقبل العلمي للوطن. مشاركين بفئتين، هي فئة السومو روبوت والروبوت ريس للمرحلة المتوسطة، والشباب كانوا عم يتباروا عم بيسجلوا نتائج جيدة لحد هلا. بالنسبة للمشاريع الصغيرة نحن بنحاول نستثمرها بحيث انه نبني طريقة تفكير عند الأطفال وعند طلاب المدارس بالنسبة للخوارزميات وحل المشاكل. أما استثمار المشاريع، يعني ممكن نعمل جولة على المشاريع الجامعية، طبعا هي كلها هدفها الصيني، موضوعنا هو الزراعة، ففي أفكار كتير حلوة ممكن يشوفوها الصناعيين، ممكن يستثمروها وتتحول فعلا لمنتجات تساهم بهذا المجال اللي هو الزراعة، اللي هو مجال بهمنا نحن هون ببلدنا سوريا وبلبنان. مهتمين كمان كونه المسابقة الموضوع انطرح عندهم بالزراعة، مهتمين انه يدخلوا مواضيع التحكم ونعمل روبوتات او آلات مؤتمتية لمن تساعد المزارعين بعمليات القطاف، بعمليات الزراعة، بعمليات مراقبة المنتجات، بعمليات البخ، بعمليات المعالجة. الفرق المشاركة في البطولة بلغ عددها 67 فريقا من سوريا ولبنان، يتنافسون بخمس مسابقات تبدأ من عمر 6 سنوات وصولا للمرحلة الجامعية، حيث يتم تتويج الفائزين ليتم تأهل 12 فريقا إلى البطولة العربية التي ستقام في الجامعة اللبنانية في بيروت في 14 نيسان القادم. شاركنا عن طريق نادي روبوتك بجامعة حلب مجموعة من الطلبة، حطوا فكرة تصميمية لإنشاء روبوت آلي يقوم بعملية الزراعة والغرس. طبعا هذا المشروع عمليا يمكن تطبيقه باستخدام ما يسمى الزراعة الشاقولية، يعني بإمكاننا نحن نعمل أول طبقة وعدة طبقات أخرى وننفذ زراعة في الأماكن اللي ما فيها أراضي زراعية. الهدف منه غرس البزار بمسافات ثابتة، لأنه عملية نسر البذور التقليدية بتكون بشكل عشوائي مما يسبب ظهور نباتات متداخلة. طلعنا مدة زمن شهر كامل عم نتدرب، ونحن نحاول نصير بطولات أكبر ومنافسات أعلى لأعمار أكبر. بتمنى للكل الخير، وبتمنى يعني اللي بيستحق يتأهل يتأهل، يعني وعادي إذا الواحد خسر، الواحد بيتعلم من أغلاطه، والواحد يسأب حاله وما يكون أبدا يغشل أو أي شيء. عقول مبدعة وكفاءة علمية أثبتت أننا أقوى من الإرهاب الأعمى الذي استهدف سوريا بكل مناحيها. ها هي المسابقات العلمية ومشاريع الشباب السوري تثبت أننا ماضون في أعمار كل شبر من أرض وطننا الحبيب.